تعالوا نعود مرة تانية مع الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة وفاء. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة ومولد نبوي سعيد، وتهنئة طبعا خاصة للدكتورة وفاء. ربنا يبارك في حضرتك، كل عام وحضرتك ومصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية والعربية بخير وصحة وسلامة وسعادة. اللهم جزاك الله خيرا، وأنا سعيدة أن أنا مع حضرتك عشان يعني أنقل إحساسي بالفرحة والفخر، وإن أنا امرأة مسلمة مصرية في مصرنا الحبيبة. ما شاء الله ما شاء الله، ده احنا اللي فخورين بحضرتك يا دكتورة، وده هيخليني هروح على دور الواعظات شديد الأهمية في مصر وفي العالم الإسلامي. الواعظات بتاء التأنيث. الحمد لله من فضل الله. الواعظات من 2017 منذ أن أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 عام المرأة المصرية، ثم جه بعد كده وجود الواعظات من أستاذنا الأستاذ الدكتور معالي وزير الأوقاف الزوري الدكتور محمد مختار جمعة، اللي جعل للواعظات مكان ومكان قوي، وبقينا لينا أرض صلبة نقف عليها نتحدث وندعو الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك إن إحنا نشارك في القوافل الدعوية داخل مصر وخارج مصر. يعني كانت نقلة غير مسبوقة بعد تأهيل أخذ سنوات طويلة وما زال مستمر. يعني دخلنا أكاديمية الأوقاف الدولية ودرسنا علوم شرعية وعلوم علم نفس ومنطق وفلسفة، يعني كليات عملية، وما كانش يعني الموضوع دوت عندنا قوي، لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني درست كل حاجة، اللغة الإنجليزية بدأنا نرجع تاني، فالكلام ده كله زائد الحاسب الآلي والكمبيوتر وإزاي نتدرب مرة أخرى. نقلة. وبعد ما دخلنا كل الدورات دي نفاجأ بقى بإن إحنا لا بيعتمد علينا، اطلعوا خارج القطر المصري ونسافر السودان ونسافر مع مشاركة في الحج، ثم قوافل دعوية تجوب المحافظات سواء من خلال الوزارة أو من خلال بروتوكول موقع ما بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وما بين الهيئة الإنجليزية، ونخش إيدينا في إيدين بعض، واعظات مع مكرسات مع خادمات كنيسة، وندخل كل البيوت عشان نعالج قضايا مهمة شائكة ينفع تتحل إلا وإحنا ماسكين إيدينا في إيدين بعض. وده جمال بلدنا ودي حلاوة بلدنا. وبعدين نفاجأ في الآخر إن إحنا بنكرم كواعظات، فأنا مش لاقي حاجة أقولها غير إن إحنا بلد جميلة، بلد عظيمة، بلد فعلا فعلا قد الدنيا وأم الدنيا. الله أكبر، يعني قلتي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، والله أنا فعلا ما كنتش عارف. يخرج يعني مش هقول بقى هنا لا الرجال، تخرج الدعوة والتبشير ما بين المسلم والمسيحي مع بعض. أيوة احنا كنا بندخل بيت محمد وبندخل بيت مينا ماسكين ايدينا في ايدين بعض، بنتكلم عن لما يجي حد يقول لنا لا قصة الختان دي مش موجودة، دي موجودة اساسية في بيننا، لا احنا الاثنين موجودين اهو، قول لنا بقى اني دين اللي بيتكلم على ان ختان الاناث، العنف ضد المرأة، احنا اثنين ايدينا في ايدين بعض، تنظيم النفس، احنا اثنين ايدينا في ايدين بعض، كل القضايا الشائكة دخلنا اتكلمنا فيها مع بعض، المشاركة الوطنية، احنا عايشين ازاي شركاء وطن واحد ولينا اللي لينا وعلينا اللي علينا كلنا مع بعض. فكنا بننقل الصورة دي، الاول كان في حالة توجس وخوف، بعد كده الناس خدت على الصورة دي وبقينا دول يشدونا ودول يشدونا. وبعدين يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ما بيفوتوش حاجة من الامور الجميلة دي يكرمنا قبل كده ويقول سفيرات المحبة والسلام. يعني شوف حضرتك احنا عندنا معنى رائع في بلدنا، وعندنا نفسي كلنا ننظر الى ايجابيات هذا الوطن اللي هي كثيره جدا 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 جدا، من خلالها والله هنشعر بالانتماء وهنشعر بالفخر وهنشعر بالسعاده ان احنا موجودين على ارض مصر. الحمد لله اني امراه مسلمه مصريه. بسم الله ما شاء الله. طب دكتوره فانا هطول عليكي في حاجه بقى، يمكن قد يكون طلب مش عارف هو عامل ازاي يعني، لكن بعد التكريمات الرئاسية بيبقى دايما عليك مسؤولية كبيرة، فهنا هفكر بصوت عالي مع دكتور وفاء،
هل من الممكن أنه يبقى في هذا الثنائي يذهب إلى أوروبا فنعطي وجها مصريا عن مسلمين ومسيحيين مصر في أوروبا، فنقدر أن احنا نخلق بالفعل شكل جديد لم يعتادوا الأوروبيين، وخصوصا كمان في ظل أحداث مؤسفة نراها من آن لآخر، حرق الكتاب وما إلى ذلك، فالناس تشوفنا وتسمعنا والخطاب المصري مفيش زيه. بص إيه حضرتك، احنا يعني انا عايز اقول لحضرتك، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عاملين زي الجنود اللي يعني على خط الجبل. ايوه، اي حاجه هنؤمر بيها هنفعلها وبقلب. خدي زمام المبادره دكتور وفاء، اعرضي على معالي الوزير على طول. ان شاء الله باذن الله. معالي الوزير بصراحه لا يتخذ جهدا في اي شيء يفيد الوطن ويفيد الدين الاسلامي، فانا يعني انا ما بيتاخرش في اي حاجة. باذن الله انا واثق في كده، خصوصا معالي الوزير يعني معروف بتفتحه وبتقبله دايما، عنده روح مبادره هو كمان يعني. انا اشكرك جدا يا دكتور، والف مبروك وكل سنه وحضرتك طيبه. دكتور وفاء عبد السلام الواعظه بوزاره الاوقاف.